اليوم لحد الآن ماكو اتفاق على تغيير أو بقاء، يعني أكلوا عليك بس حوارات بين القوى السياسية ورؤى سياسية، كل قوى سياسية ترغب بالحصول على منصب المحافظ طبعا. نعم. لكن هنالك ربما يعني النقاط اللي هي اللي حصلت لكل القوى السياسية، عدد الأعضاء اللي تحصلها هذه القوى السياسية هو راح يكون الحاسم في الموضوع. يعني التحالفات نحتاج إلى تحالفات، جميع القوى السياسية اليوم تحتاج إلى تحالفات مع بعضها حتى تستطيع تشكيل المجلس والمحافظ. لا يمكن لأي قوى حتى الفائزين يعني بالأغلبية اليوم لا يستطيع تشكيل الحكومة دون الرجوع إلى القوى السياسية الأخرى. موضوع نعم. المحافظين يحتاج هذا ان تنتهي اليوم النتائج المفوضيه بسبب المصادق على النتائج. شفنا اليوم اكو يعني بعض الفائزين اصبحوا خاسرين وبعض الخاسرين اصبحوا فائزين بعد الاعتراضات. نعم. تدقيق الاعتراضات والطعون لحد الان لن تكتمل. بعد اكتمالها ربما سيكون ذلك فرصه لاختيار المحافظين او تغيير. لا ما صار كل الان مجرد تصريحات اعلاميه ولا يوجد قرار لحد الان لهذا الموضوع.